اي تفضل. اي نعم اقول لك طال عمرك، وهذا الحموضات واللي بالارض الوخام كود ينشدها للديره، ما يدري بعض الناس انها ارض وخمه، كود تنشدهم من شان تملح، لازم يحط له ملح لانه ولا يضره سبحان الله العظيم الارض والوخمه، ولا يصير لا الحمى ولا حليبه زين الا مع التمليح، لا تزين الامور لله الحمد. اي والله والهوا له دور. الحين طال عمرك بعض الديار الحين عندنا هالعريج هذا لو ما تاكل الا رمث تربع سبحان الله العظيم، وبعض المحلات لو هي طاير زاهره لا والله يضره شوي، لا لله الحمد خلاص راحت انقفى البرده تسايد على الحلال. لا اول يوم البرده قويه. اي هالقويه اللي ياثر على الحلال الغنم خص المربعانيه، هذه تاثر على الغنم كود الدفة بالحين، ولا افتكت المربعانيه ذره ذره بس. اما البعير ما يضره الا برد الشبط ويسمونه برد الطويلين، لان سبحان الله العظيم تابرد وانياق المولده كود تذر عياله وكذا وكذا. اي والله والطويلين عاد خبرك البعير والادمي. يقول للزراع الحين هلا الزراع يقول له العقارب يبردهن سنه العجايز يزرعني، ما احنا زين زرع هالوقت. اما الحلال لا عاد العشب من اليوم ورايح سبحان الله العظيم كل ماله يزين، لان هالشهر هذا قران تاسع برد اللاسع، ها يعني يلسع البرد هم من عدى القران اللي عقبه والشهر الجاي لا يبدا عدى الربيع. اي أيوة والله الله الحمد. مباشره وادي الرمى دائما من جيه وادي الرمى حتى نشفان وادي الرمى، وانت ما شاء الله يوميا تكون على جال وادي الرمى. نبي معلومات عن وادي الرمى، وش اللي عجبك فيه؟ وش الملاحظات اللي لاحظتها بوادي الرمى؟ الله يحييك يا ابو ثامر، يا هلا بك ومسهلا. هذا طال عمرك وادي الرمة هذا ضيف علينا، واجب الضيف الإكرام، وحنا طال عمرك يوم حل بديرتنا ما نقدر نغاب عنه، هذا ضيف وله سنين ما جانا. أنا عاصرته عام 29 وعام 40 وهالنوبه الحين له 4 سنين ما جانا، ويوم جانا فرحنا أبوه بالحيل. أي والله والعالم أبشرك طال عمرك طلعوا من بيوتهم شيبانهم وشبابهم وصغارهم وكبارهم كله فرحة وابتهاج بهالوادي الزين، لأنه طال عمرك جاينا من مسافات بعيدة ولو هيام يذكرون ويذكرون، ويام حل بديرتنا عاد ما نقول إلا يا هلا ويا مسهلا بهالشعيب وهالوادي الزين. أي أيوة والله. هنا أطلع على كلامك أبو ثامر، من ما تدفع الأرض عقب الظهر عقب الظهر إلى غياب الشمس وحنا عليه، يوم من صرنا أول ما جانا بهذا بهالقاع، اول قاع يسمى قاع طرف وقاع هوبان على مزارع الامير متعب الله يرحمه، هم من عاد شرق طال عمرك وراح دخل بالنفود، يوم دخل بالنفود عاد حج وقضيان حاجه، مكشات ومرمات وارض نظيفه وارض عذيه. اي والله وتنزل العزبه وتشب على غداك والمعاميل والقهوه، وسبحان الله العظيم انا يمكن جيته يعني من العشر وفوق 10 نوبات، لكن من شفت هناك ولا هو مبسوط، واللي بالضفت الثاني وده يسير عليك، واللي انت بهذا ودك تسير على اللي هنا، من زين الانفس سبحان الله العظيم زالت وكاسبوع قل الوارد على المستشفيات وعلى المستوصفات من الراحه النفسيه سبحان الله العظيم، وخف الضغط على الناس والسكر خف. اي والله الله الحمد. لكن يعني على نشره جولات وصلاتك على وادي الرمى، في ملاحظات شفتها يعني تحتاج انها مثلا تعمل في وادي الرمى او انها يطور وادي الرمى فيها؟ يعني وادي الرمى لله الحمد يعني طبيعه الارض يا يشق دربه، لكن التسهيلات له افضل. انا والله شو لقيت ما شاء الله عليهم ناس متخصصين من الجغرافيين هذولا، ان الوادي هذا من يمشي لما يصلنا وهو وادي الرمى، هم من عاد بعد يحير بالثويرات، لا حرب الثويرات سبحان الله العظيم نكس وراح يغذي غويمض قاع هناك قال له غويمض، لكن دربه هو على هالعرج هذا. الجغرافي اللي انا سمعت كلامه يقول عرج عرجين ثلاثه الى 10 عروق بس حائله بينه وبين الاجردي. الاجردي بعد كم من كيلو هم من يطلع على الباطن، وهذا الباطن عاد هو اللي يشق دربه الى العراق. لكن لو سوى له تسهيلات يعني كذا او تشال هالعروق سبحان الله العظيم يمشي على دربه الاول، لانه المنخفض الاجردي اخفض من وادي الرمى، ومن يجيك الباطن اخفض منهم كلهم، دليل ان مجراه واحد سبحان الله العظيم. وعاد بعض الناس الله يهديه
ربما جهلا منه أشبوك الحلال ألبل الغنم يصير مجرى الوادي، والوادي هذا يعني ما يصير بدربه أحد، واللي يخطر بعد يحط نخيل ولا بنيان ولا استراحات يبني به، لابد ما واد جرى اللي يجري على مجراه لا تزمل أبد، لو بعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة يجي على دربها الأول. هي والله واضح أبد. الحين لنا كم سنة الحمد لله يمشي على مجراه الأول، إلا أنه دخل مزارع المفروض يسهل له يعني دروب نفس المزرعة هذه. أنت مثلا على يمين ويسار وكل انتباعك تخلي مجرى الوادي على وضعه. فهمت عليك. لا ما شاء الله عليك، هذه فكرة طيبة. أنا والله فاكر بهذه أنه يصير على مجرى واحد ويصير على قوته بعد. الحين كل ما تفرق يمين ويسار ضعف شوي، لو صار على مجراه الأول واتجه المحلات يعني مخصصة له هذا أفضل شيء، وتستفيد منها الديار كلها سبحان الله العظيم. وهو الحين بعض الناس يقول مشى من عندكم، طيب يمشي طال عمرك يغذي الآبار الجوفية هذه. هذه يقال يعني سمعت أنا مرة خطيب جامع يقول إلى 30 سنة يغذي الآبار هذه. الحين جمت كل الأبيار ما شاء الله فاضت عندنا القليب، وعندك طال عمرك العويزر، وكل القلبانة الشرزية بعد هذه اللي على المستوي واللي حوله ولا على الثويرات كلها الحين ارتفع ماه وما وشوا ما سيل. يلا من فضلك. أنا حضرت عام 29 وحضرت عام 40 وهذا عاد ذكره ويقول عام 1402 و1407 وناس قالوا قبل الغرقة بسنتين مشيته أفضل مشي، يعني عاصرناه وشيبان موجودين هالحين قبل الغرقة، والغرقة تمت هالسنة 69 سنة يعني 70 إلى عام واحد، يعني قبل 71 عام يقول هي أفضل مشي مشاه بعده 1402 وهالسنة مشي طيب لله الحمد. أنا جيت عاد صدفة ما رحت يعني للوادي، رحت للمدينة ووقفنا على مجراه ولا صايرت هالعذوبة وهالما اللي يجري صافي مرة معبين مثلا صفايح ويبدأ يسرب على شوي شوي، لكن الأرض كلها قائمة خضراء سبحان الله العظيم على جنباته واللي حوله، ولله الحمد الديار هالسنة كلها مربعة. أنا أشهد والله غير الأنفس. هي والله استانسنا واستانسوا كل اللي عرفتهم ويعشقون الوادي استانسوا سبحان الله العظيم، وأنا استانست واستفدت أنا من الوادي، تعرفت على ناس ونماذج طيبة ما شاء الله عليهم. أنا والله واحد تعرفت عليه عمره يمكن فوق 70 وكل يوم ما أجي إلا هو موجود، ومن الصدف يعني بدون موعد نجلس حنا وياه، وكان بعد دكتور شعبي ما شاء الله وعنده علاج للركب الأجودي، وصادفته هناك ويزداد عشقه مجرد ما يحط عينه على الوادي يحس بسعادة، يقول لا تحط عندي أي شيء ولا تقول لي سافر ولا تعال ولا رح، خلنا عند هالوادي وأنا مبسوط. وفي هنا عنا من شرق البعض الجماعة أرض مربعة ومسكينة بشتة بأول شتة يعني بالوسم وربيع والناس ما شاء الله عالية ازدحام يوم مش الوادي. اليوم الأول اللي طب علينا ما دري أبو بعضهم، اليوم الثاني مخلية ما به ولا سيارة 15 يوم كلهم على الوادي، عاد يوم بدأ يضعف عاد رجعوا له. الحين تقول على بحر ولا على نهر ما صار يعني مثل هذه، لا وما شاء الله عليهم يعني صنعوا سعادتهم بأنفسهم. لا عندنا بحر لا عندنا نهر، لكن كل اللي بالبحور وبالانهار جابوه. أنا شفت الدبابات البحرية والإنشاءات الصغيرة كلها على هالبحر على هالوادي ما شاء الله، وسكروا وحطوا بحيرة بعد وإلى الآن يطلعون عليه ما شاء الله، حطوا مثل السد وصارت ما شاء الله الحين منتزة وهالزوار عليها 24 ساعة ما شاء الله. الله يبارك إن شاء الله. اللهم آمين. هالنعمة إن شاء الله ونشوفه سليم وسليم يجي لهالمنطقة. اللهم